السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا متابعين انت جيم، رجعنا من جديد في حلقة جديدة مع اللعبة الشهيرة Ghost of Tsushima، وهي اخر حصرية على البلايستيشن 4 زي ما انتم عارفين. ولا نطول في المقدمة وخلونا نبدأ، لكن قبل لا نبدأ لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا خلينا ندخل على وين؟ خلينا ندخل على الساموراي. ويلا يا حبايب خلينا نكمل محل ما وقفنا. طبعا انا لعبت شويه كده استكشف وراح نكمل ان شاء الله من هنا. وهذه الاخت يونا، هذه يونا معانا يونا. طيب وين حنروح الان؟ طيب الرياح بتعصف من هناك، يقول يعثر على الفجوة بالقرب من بوابة المعسكر. حنروح على بوابة المعسكرة. حلو. طبعا المنطقة دي انغزت من قبل المغول. كمية متعة وإثارة وغموض وحلاوة وجرافيك في اللعبة دي شيء خرافي. إلا ما لعب اللعبة هذه لا تفوتوا لا تفوتوا لا تفوتوا. نصيحة من أخ. حلو. هي تخبت هنا. طيب فين حنروح؟ يونا فرحت يونا. طيب خلينا ناخذ الخيزران. حلو اخذنا الخيزران. ليتس جو. اوري مو بوشي ني نارو هوكا ناكاتا دا غا اوشي ني سومكو نو وا ياهاري اوتش مو كوني كورو ساريتا هو غا سياوسه داتا اورامي او هاراشتاين دارو ناندتي يارانكيا داندادي دادا داندادو. طيب فين حنروح؟ تعب جين تعب. يلا خلاص هانت وصلنا وصلنا. كملها كملها. كوتشي كوتشي هنا. وصلنا لهنا للمنطقة هذه. بوابة بوابة معسكر هناك شوفوه في الزاوية. يس 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 حندخل من الفجوة هذه. شوف 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 المغول شوف 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 المغول. حلو لازم ما يشوفون عشان ما يقتلوا المساجين، فلازم نباغتهم مباغتة شرسة. يلا يا جين اديهم ضربة كده من ورا الظهر. حلو هنمشي من وراهم شوية 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 با نعطيهم واحدة. أعطيه في الحنجرة. والله أعطاله في الشريان الأورطي قسما بالله. اللي بعده. حلو والله جين معصب دينه طالع. حلو ايش صار دحين؟ خلينا نشوف ايش صار. اللعبة حماسية صارت. خلينا نشوف دحين ايش حيصير. اوه رجع بالذكريات. ليش؟ لانه اليابانيين او الساموراويين ما يضربوا من وراء الظهر عشان الشرف والشهامة والنزاهة والشجاعة. لكن هو كذا كأنه كسر قاعدة او عرف عندهم متداول. فخلونا نشوف. السيد شيمورا قام السيد شيمورا يدربنا. اوقف خلينا نتبع نشوف ايش فيه. اثار قدام اثار دب. طيب يقول لك يتبع اثار الدب. طيب خلينا نشوف الاثار. شوف يقول لك يتبع اثار الدب مع خالك يعني مو لحالك. خلونا نشوف نروح. طيب هذه كلها رجل الدب. حلو. طيب وين وين وين؟ هنا. تعال يا خالي خالي تعال هنا. والله شكلي ضيعت الاثار. فين راحت؟ كمان. حلو لقيناها لقيناها. حلو لانه والله تضيع هنا تحوس. فين
حتدور على اثار. حلو، الدب مشي من هنا، نفك الدعسه وننطلق من هنا. خلينا نشيك في غزلان. طيب فين الاثار؟ حلو، الاثار هنا موجوده. نمشي. مع الشمس ماني شايف حاجه. معقول من هنا؟ اوكي موجوده، حنمشي سي. اهو الدب، لقينا الدب. إيماسا. طيب ايش حنسوي له؟ طيب ناخذ جلده. شوف مصارينه باظة كلها. اوف اوف اوف. جيله. ايوه والله سيد شيمورا ذا شروه. اقتلوا اقتلوا. شايف؟ مع انه هم هاجموا عليه ما رضى انه يقتلوا، يقول لك هذه ما هي من شيمنا واخلاقنا. حلو حلو، هاي طالع كذا فيه، بعطيه طالع فيه. ايوه يا جين. تيكيو ماي نيشتي سيو موكيتي وا نارن اينوتشي وو وباو توكي مو ايتي وو ميسويرو. حلو، ناساكيتو كاكوغو وو موتي سوري غا ساموراي نو سوغاتا دا. جالس يفتكر دحين. لكن الله وكيلكم، اي واحد حيجي حاغزه في ظهره في قلبه في اي مكان. قهرونا يا ناس، قهرونا من بدايه اللعبه قاهريننا. حلو، قام. صح خلاص راحت عليك زين. どうした。 حلو، الحين جينا هنا نشوف نتسلل من غير ما يشوفونا. يقول لك فكر وتحرك كلص حاسة السمع المعززة. طيب اضغط على التاتش باد لاستخدام حاسة السمع المعززة، وهذا يكشف مواقع العدو القريبة بينما يبطئ حركتك. طيب خلينا نشوف كيف. حلو طيب اعثر على التاكا. فين التاكا دي؟ تدري ايش حسوي؟ حسوي زي كذا. هيا بسرعة 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 بسرعة. اعطيه. ايوه حلو. طيب خلينا فين يونا؟ اوه في واحد هنا نقتاله ده ولا كيف؟ شكله نروح له. تصدق خلينا نروح له، بس ان شاء الله ما يشوفني. ان شاء الله ما يلف، ان شاء الله ما يلف، ان شاء الله ما يلف. بشويش بشويش بشويش، ورا اديله. حلو لحد الان ماشيين. قاموا انتبه، في واحد جاي جالسين ياكلوا لحم. نسوي كذا، ان شاء الله هذاك ما ينتبه لنا، لو انتبه لنا انفضحنا. حلو، اعطيه. حلو، هذا خالف جميع العادات والتقاليد والاعراف في الساموراي. طيب خلينا نتخبى هنا، خلينا ننستر هنا. هذه مونة ناخذها، في حديد. ايش في ثاني ناخذه؟ تمام. everything is okay. هناك في واحد جالس يشرب، حنسوي كده وعلى طول اعطيه. اوبا. حلو في شيء ناخده؟ طيب نفتح ايش فيه؟ هذول المساجين. حلو، ما في احد. ليه؟ ايش بده؟ ده ميت، ما لحقنا.
طيب خلينا ناخذ المونة. ليتس جو. ها يونا وين نروح؟ حلو. طيب ممكن نطلع من الخط اللي فوق، انا شفت خط فوق لما جيت، فخلينا شيك من هنا. اعثر على تاكا. طيب ياسين ندور على تاكا، ناخذ المونة دي على الخاطر. اوه شوف في سجن هناك، خلينا نروح نباخته، يمكن تاكا جوا. اي والله تاكا هناك، نسوي زي كذا. دقيقة يونا اعطيه. حلو. طيب هنا توكا. اوب طربشت، بدل ما اضغط ال1 ضغط، بدل ما اضغط ار2 ضغط مربع، بس كويس انه ما في احد. طيب هذا يونا، هذا تاكا، تقابل مجددا مع يونا خارج المعسكر. طيب خلينا نطلع هنا خارج المعسكر، هنا برا في مونا، خلينا ناخذها بسرعة. اخذناها. طيب وين يونا؟ اهي يونا هناك. طيب نقدر نطلع والله ما نقدر، نجيها من ورا. حلو حننزل كذا، نلف يمين. انا يونا سبتها تحت. يونا هنا. ايوه فين رحت يا يونا؟ يهو وين راحت دي؟ شوفوها فوق. اوكي من هنا صح، محل ما دخلنا. يلا يلا يا النحشة النحشة يا عيال النحشة، سافر مع يونا لمغادرة المعسكر. اتريق على قبعات القش اللي عنده. يا جين امشي، انت ما سبت احد اللي حكيت له قصة شيمورا. امشي. نهرتي البعيد مو هنا. كوتشي من هنا. خلينا ناخذ هذه، بعدين نطور الأسلحة ونضبط أمورنا. طيب فين حنروح؟ خليج أزامو. حلو حنروح ندور على الحداد. حلو لازم نحط خطة محكمة عشان لا نتورط. でもその後2人でしまおうてたい。もうこのことならば案ずるな。おじ上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。 والله يونا انك رمة. بعد ما ضبطناها وحررنا لها الدنيا راحت تبي تشرد. سوتسو. خلاص لا تذكري لا تذكري، يا دوب نسي. سيبيه في حاله يا يونا. خلينا نشوف شغلنا. قلعة كنيدا. هذه القلعة اللي فيها خالو. اي والله شوف سيمورا. عند البغل ده. يبغى يوقف لكن ما راح يوقف. حلو دوب يعرف انه ولد اخته عايش.
الحين حيعند وما راح يتنازل وما راح يستسلم. هو ريدي ما كان حيستسلم، لكن لما نعرف انه جين لسه ما مات فما راح يستسلم ابدا. يجي اعطيه. حلو. خايف مني، شكله خايف مني. والله لسه ما شفت شيء، خليني بس اجيك والله لا اوريك الشغل كيف. كفو، اعطاله هي كده على بلاطة، قال له لا رجوع ولا استسلام ولن اجعل شعبي عبيدا لك. حلو، قوم يا جين وربحنا تروفي نقطة اللا عودة. حلو، تم اكتساب نقطة الاسلوب. حلو، طورنا للمستوى الثاني، اسطورتك تنمو. الساموراي متجول، تمت زيادة الصحة القصوى، كبروا لنا الصحة. حلو، هذه مهارات فتحوها جديد. تم فتح سلاح شبح جديد كوناي، يقول لك اضغط R1 لرمي كوناي على اعداء قريبين وهذا جعلهم مترنحين، ممكن زي الاسهم المتخدرة تخليهم خدرانين. حلو، الحين نجربها. شوف، نصل صغير يمكن رميه سريعا على الاعداء القريبين لترنيحهم. يقول لك سهم يسار R2 للتجهيز بالكوناي، R1 للرمي. خلاص، اضغط للشراء. لا ما نبي نشتري شيء، خلينا نجرب اول شيء الحين. يلا، يقول لك عندي 3 كوناي. حلو، امتطاء. طيب حاليا فين نروح، فين تبغون نروح؟ حنضغط اوبشن، هذه كومودا. طيب حنروح عند هذه درع عشيرة الساموراي رحلة جين. يا اخي جين هذه تهرتل كثير، ما نبغى جين. طيب هذه تسو رحلة جين، وهذه شكله ما في مفر من جين. خلينا نروح هذه القريبة، نضغط اكس وليتس جو. الثعالب، واكره الثعالب. المنطقة تبعد 1.4 كيلو. ما يقدر يمشي هنا؟ والله ما يقدر، البحر غزير. حلو، هنطلع من فوق، نطلع من هنا ونعصف الرياح، والرياح طبعا حتدل لنا. يقول لك السفر الى ضيعة داتشي. طيب حبايبنا المتابعين، اللي مفتكر انا ايش سميت الحصان بالله اكتب لي تحت في الكومنتات، لان انا نسيت ايش اسم حصاني. هل سميته سورا ولا ايش الاسم الثاني؟ والله ما ادري. حننطلق سريعا الى ضيعة داتشي، نشوف هناك ايش فيه. الغزال، حاول اكتر الغزال اشوف شيء يقدر يعطينا لحم، يعطينا حاجه، ولا ممكن يعطينا جلود. تقريبا ناخذ جلود، لكن خلي لما نكون فاضيين. الحين احنا بنروح على ضيعه داتشي. نزال، قاتلوني، تعال خلينا اطلع عصبيتي، تعال يا تعال. ها ايوه، حلو حلو يا جين، قسم بالله انك انت معلم. تعال، يقول لك اضغط R1 لرمي الكوناي. خلينا نجرب R1 الان، نجرب الشخصيه الميزه الجديده. اوكي، طيب كذا. يا عيني يا سيدي، تعال شوف، خلوهم خدرانين. تعال زدنا. حلو، فين حصاني؟ تعال يا حبيبي، تعال اطلع، نروح نكمل رحلتنا الى الضيعة. طبعا اي مغول تشوفه في طريقك لا ترحمه، اعطيه. حلو، انا شكلي انزنقت هنا ما بين الاشجار، لكن ان شاء الله ما يطلع لنا دب.
اوف 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 اسدحه اعطيه. دخلنا ضيعة داتشي حلو والله ملغمين. حلو تعالوا تعال حلو روح. اوف والله سدحني نزلني من فوق الحصان اعطيه. تعال في سهم خلينا ناخذ السهم والله قوي. اوه تعال 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 شو 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 الحركة شو الحركة شو الحركة. اوه روح قتلت القايد تبعهم. اعطيه اوف في رمات اسهم هناك. تعال خذ النطه دي معه واديله. في واحد فوق رامي اسهم. تعال اطلع اطلع يجين اطلع يجين. اوه تعال 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 انا دخلت في نص الضيعه حقتهم. اعطيه اعطيه المهارات جالسه تزيد. ها باقي احد ناخذ الاسهم تبعهم. خلينا ناخذ الاسهم. فين حصاني؟ جمع اقتل وجمع. تعالوا حلو اخذنا سلاح الكوناي. خلينا نكمل الرحله. امتطاء. طيب خلينا نشوف كم باقي لنا. 700 متر هناك الرياح بتعصف هناك. اوه دقيقة 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 خلينا نترجل عن الحصان ونروح نشوف ايش فيه هنا. طبعا انا شفت فيه حبشتكات كذا ناخذها على السريع. حديد يفيدنا الحديد عشان لما نصنع الدروع ونصنع الاسلحة. طبعا المنطقة هذه ما اقدر ادخلها بالحصان حتكون صعبة في التحكم. خلينا امشيها كذا. حلو اوتش 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 معليش معليش انا عفش. نشحن انا نادي الحصان دحين. تعال حبيبي ليتس جو. خلينا بس نروح على الضيعة. لا 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 لا, لا. انتبه 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 انتبه. خلينا ننزل هنا. فتحنا اقليم ارياكي فتحنا اقليم ارياكي حنتوجه سيدة هناك. يا سلام شوف 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 بالله شوف التصوير شوف الجرافيك شيء شيء على مستوى. طيب الرياح بتقول لي هناك. معسكر الناجين. طيب خلينا ننزل نشوف دول ايش عندهم. طيب هذا الصياد ايش عنده؟ سعة الاسلحة بعيدة المدى، سعة الاسلحة الهجوم السريع، الذخيرة الموارد وبيع. طيب خلينا نشوف ايش بعيدة المدى. اسهم. هذول زي منطقة بيع كذا. ما نبغى شيء دحين. خلينا نروح على فين قلنا نبغى نروح؟ خلينا نشيك. ايوه السفر لضيعة داتشي حكاية السيدة ماساكو. انا ان شاء الله بعد ما اختم اللعبة هذه حتكلم ياباني. وحتسمون احمد كيواوا. طيب خلينا نروح دحين على اداتشي. وصلنا على الضيعة. على ضيعة اداتشي طبعا. هو المفروض يقولوا قرية المفروض يقولوا جزيرة. بس يا ممكن المخرج مدري المترجم مدري صانع اللعبة خانوا التعبير. لكن سماها ضيعة ضيعة وماله مو غلط. هذا الضيعة شوف ماساكو يا عيني على النطة. حلو خلينا ندخل من هنا. لا فين الباب
وشيتكا اوهو ما احنا اول ناس دخلنا خلينا نفحص المنطقه حلو دحين هو جالس يتقفى اثارهم ناجيناتا ناجيناتا حلو طبعا المسميات هذه تقولها 10 مرات ورا بعض يطلع لك جني في الغرفه فلا تكرروها كثير حتى لسانك ينعوج وانت تنطقها يصير كذا مشكله واحد ما حصل لا عربي ولا انجليزي كمان ياباني دي مشكله والله طيب خلينا ندور على اداتشي طبعا حنمشط المنطقه هنا اوف اوف مين في اوفا تعال 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 يا شيخ روح لك ها تعال 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 ها روح اعطيه روح فاعطيه هذا استقبال تستقبله فيه جين خلينا نشوف اداتشي ابحث عن الفتاة القتلة قال لك الفتاة خلينا نشوف البنت فين راحت مو هنا اوف في ختلات هناك اطلع اطلع يجين اطلع برا برا البنت برا خلينا نشوف ايش هنا فيه مو كو ديوا ناي ما ياتو ديمو ناي شوتاي او شيرابيل كا يقول لك لا مغول ولا قطاع طرق طب مين يكينوبيتا مونو وا اوما دي نيجيتا نو يومنا اوما يا او شيرابيل شوف هذا ايش عنده يقول لي روح اتفقد الاسطبلات وين الاسطبلات حق الخيل هناك شوفوا هناك لا يكون خيل حيسوي له شيء حلو اطلع 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 هذا الاسطبل حق الخيل ومايا وكرادا هنا ايش في داركا غوباتكا كواي تاتشي حلو احد اخذ الاحصنه طيب فين حنروح شيزمي نو اتو حنمشي ورا الاثار يلا يلا خلينا نروح نروح نشوف ايش فيه اتبع اثار الاقدام طيب اشياتو اجي فين حصاني اروح اتبع بالحصان امشي طيب دقيقة خليني فين الاثار راحت عود الى اثار الاقدام طيب ايوه شوفوا هنا اوكي هدي هدي طيب انزل خلينا نستكشف او مشي من هنا طيب شكلي ما راح اركب الحصان خلينا كده اتقفى اثارهم من هنا ولا اجيب الحصان تعال امشي 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 دقيقة هدي 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 فين الاثر راحت ماني شايفها والله اه قدام هنا ايوه هنا 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 امشي اهو هذا الحصان لعشيرة اداتشي قال لك العصيرة اوب ماساكو واتاشي ديس لقينا السيدة ماساكو اومشي وا ساكاي كينو كومودا نو ايكي نوكوري وا اورانو تو كيتيتا غا يا اخي مو مصدقين انه هو هرب لحاله طيب يا اخي الله نجاه يعني ايش المشكله كلهم ماتوا الا هو وخاله شيمورا عشان اسلم عليك ليش جيت عشان احارب واحرر خالي ايش بك انت الله يا اخي اقهره يا اخي سوتشيرو وا كاتاكيو هيا انضم معايا اداتشكي وا مو اواريدا العشيره ماتت كلها سوشيما نو مونو غا تيني كاكي اوتا او بناتهم خونه اوراجيري صح اونوري او مامور ساموراي او نازي سوري وا كوري كارا تسكي تومرو يلا نكتشف مع بعض يلا واريرا نو اراسوي ني 余計な首を突っ込むな。津島の武家は愛見たがい。私も
残された者の痛みは知っております。والله يا الرجل ذاك رجل شيني ما سنو. يلا خديني معاك، خديني معاك. سيتك يجي. اخذتنا معاها مساكو. حلو حكاية السيدة مساكو، خلينا نشوف ايش حكايتها وايش الرواية. طيب هنا حكاية السيدة مساكو. خلونا يا شباب يا حبايب نوقف الحلقة لحد هنا ونستكمل ان شاء الله في حلقات جاية. اتمنى تكون الحلقة نالت على اعجابكم وعلى رضاكم، ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.